والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد. امتدادا للحلقة السابقة كيفما وعدتكم اللي ختمنا بتقنيات الظل والضوء، ودائما مع نفس السلسلة تقنيات الظل والضوء غنشتوا هذه الجدارية إن شاء الله. تابعوا معي. الألوان المعتادة الأزرق والبنفسجي والفرشاة الكبيرة والجدارية الصعبة كلها اجتمعت في إبداع وفي تحدي جديد. أحبابي لاحظوا الطريقة باش كنصبغ السماء، الفرشاة والضربات كالمعتاد دائما. هنا الجبل الأول اللي دمجت ثلاثة الألوان اللي هما الأسود والبنفسجي والأخضر أو الأزرق عفوا، حاولت ما أمكن نبدل النوع ديال الفرشات، فرشة أصغر بنفس الطريقة وبنفس الضربات وبنفس السهولة. دائما أحبابي نحاول ما أمكن نكون لين وسهل مع الفرشات ومع الألوان بحيث تطيعني ألواني وفرشاتي في التعامل مع الجدارية. لاحظوا السهولة أحبابي والليونة في استعمال الفرشات وفي التعامل مع الألوان. دائما كنحاول نكون أحسن اليوم بعد الآخر. لاحظوا ضربات والسهولة ديال الضربات والطريقة ديال الضربات وجمالية لون العمق في الجبل، التلة اللي في مطلع خط الأفق استعملت فيها ثلاثة الألوان الأسود والأخضر والبنفسجي، الفرشاة كبيرة بنفس الطريقة ما كنغيرش تماما بنفس الضربات. أنا كنهيئ الآن في ألوان العمق لكي أضفي على اللوحة تناسق جميل ما بين الألوان بحيث كنستعد الألوان الضوء من بعد إن شاء الله. وكنحاول ما أمكن نسلك نفس الطريقة لكي يتمكن أحبابي من تقنيتي، لأن كما سبق لي وشرت الشيء إذا تكرر تقرر، والتقنيات ما حد الإنسان هو كيشوفها وكيحاول يستوعب أكثر ويفهم أكثر. هنا لون الظل أو لون العمق ديال الأشجار اللي في اليسار فيها الأخضر والأسود، وهنا اللون الأخضر والأسود والبنفسجي اللي كيعطيو هذا اللون الجميل اللي غيكون في لون العمق. هنا البساط اللي غيكون في الأرضية استعملت فيه اللون الأخضر لوحده. لاحظوا كيف يتم التناسق ما بين الألوان. هنا ألوان السحاب اللي استعملت فيها الأبيض في اللون الأول، ثم غادي نضللها بشيء من البنفسجي والأزرق لكي أعطيها شيء من الواقعية وشيء من الجمالية بضربات لولبية. كنحاول ما أمكن نخدم السحاب ديالي كالمعتاد، وشيئا فشيئا كنستعمل تقنياتي المعتادة، الأصبع واليد والفرشاة الرقيقة والقراطوار. كنحاول ما أمكن نضرب ضربات خفيفة جدا بالأصبع ديالي وبالفرشاة. هنا التقنية أو الآلة الجميلة الصديقة المعهودة اللي هي القراطوار. لاحظوا الليونة ديال القراطوار وسهولة الضربات، كيف أتعامل مع اللون الأبيض في مطلع الجبل الانسيابية تماما مع الفرشاة. ما نعقدش نفسي في ضربات لا تليق بتقنياتي السهلة الجميلة. لاحظوا ضربات بالقراطوار سهلة وتموجات والتواءات باش نحاول ما أمكن نخلق الجمالية ديال التعرجات ديال الجبل. من بعد غتشوفوا المنظر ديال الضربات، لاحظوا كيفاش كتبان الضربات ديال الثلوج. هنا بدلت القراطوار بالفرشات الكبيرة وضربات أفقية، ولاحظوا الانسجام ما بين ضربات الفرشات وضربات القراطوار كيكونوا لي واحد الجمالية كيتناسقوا. ملي كيلتقيوا في وسط الجبل غادي تلاحظوا كيفاش غتبان الجماليه ديال ضربات الفرشات مع ضربات القراطوار. دائما التنوع والابداع كيكون في
فعند الرسام وعند الفنان. هنا اللون البنفسجي اللي مدموج مع شيء من الابيض بتقنيه الكراطوار والتموج ديال الكراطوار وسهوله الكراطوار او الفرشات عفوا. اللون البنفسجي لاحظوا الجماليه اللي كيظهر بها الجبل بحيث خلقت لي تنوع في الالوان وتنوع في الطريقه وفي التقنيات. هنا لون الضوء اللي غيكون في مطلع الاشجار اللي على اليسار باستعمال لون اخضر، الطبقه الاولى من الوان الضوء باش يبان الشكل ديال الشجيرات والاعشاب اللي كتكون هنا. لاحظوا الشكل ديال الضربات وسهوله الضربات وسرعه الضربات. لاحظوا شيئا فشيئا كنضيف الوان الضوء اكثر، كنزيد الطبقه الثانيه اللي باللون الاصفر والابيض كما سبق لي وشرت. ضربات سهله ولينه. هنا اشجار الصنوبر اللي استعملت فيها اللون الاصفر، زدت فيها زياده اللون الاصفر والابيض وبدلت الفرشات ديالي بحيث استعملت ضربات طويله من الاعلى الى الاسفل. هنا تحديدات ديال التله باستعمال اللون الابيض واللون الاسود واللون الاخضر واللون البنفسجي. هنا اللون الاصفر والاخضر في الوان الضوء اللي غتكون في الاعشاب اللي في الارضيه. لاحظوا الضربات بنفس الفرشات الكبيره، كنضرب نفس الضربات اللي استعملت في الاشجار الاولى. لاحظوا كنمشي يمينا وكنرجع شمالا وبسرعه وبسهوله احبابي. لاحظوا دققوا في التقنيات لكي تستفيدوا اكثر وتتعمقوا في الطريقه والاسلوب السهلين بحيث كيحقق لي جمال فاتن. لاحظوا هنا ضربات الاشجار والانواع ديال الاشجار اللي كنستعمل هنا وضربات الفرشات. حاولت ما امكن نزيد اللون الاصفر والابيض باش نعطي واحد الحده ديال اللون الضوء هنا في هذا الجانب لان اللون غيكون مضيء هنا. لاحظوا ضربات اشجار الصنوبر باللون الاصفر واللون الابيض مدموج مع اللون الاخضر. حاولت نضيف حتى اللون القرمزي هنا. لاحظوا حتى يظهر انعكاس اشجار التلال اللي على اليمين على اشجار الصنوبر. الضربات من الفوق الى التحت ومن التحت الى الفوق، كنحاول نضرب الضربات ديالي عموديين. لاحظوا كيف تظهر اشجار الصنوبر وجمالها وانسجامها مع الالوان الاخرى. تقنيه الكراطوار من جديد باستعمال اللون الاصفر والابيض والقرمزي لكي اعطي لون الضوء هنا. احبابي تقنياتي معهوده، وسائلي بسيطه.